بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. وهالاند مجنون كوره، هالاند سبت وثلاث بيلاقي نفسه فاضي بينزل ينفض في لعيبه ودوري الانجليزي بالكامل. هالاند الهداف التاريخي للدوري الانجليزي من ايام هدى سلطان، من ايام الان شيرر لما كان الدوري الانجليزي 42 نادي. هالاند بيلعب 33 مباراه بيجيب 35 هدف ويكسر كل الارقام القياسيه، عامل فيها جعفر العمده بتاع الدوري الانجليزي. تحس والمان سيتي بيلعب انك بتنزل بالموسيقى بتاعت اندرتيكر وبيخلص على اي حد. في ايه يا ابن المجنون؟ في ايه يا عم هالاند؟ انت مش لاقي حد يلمك هالاند؟ انت كل حلقه مش عارف تطلع تقول ايه على كل اللي جوان بيجيله، ويقول لك مش هداف بالفطره، ده كرة بتجيله يا راجل، ده بالهيد شغال، باور بالدبل كيك شغال، لوب من فوق الجون شغال، ضربات جزاء شغال. هالاند عمي وعم عيالي. وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لقهوه الخواجه انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيب جوارديولا الشوط الاولاني في مباراه ويست هام ما يدلكش ان الماتش ده يخلص 3-0 ابدا، لكن هالاند تحس ان هو كان مريح. الراجل خد هدنه، خد نفس طويل 45 دقيقه كده هدنه، ونزل هالاند في الشوط الثاني. الراجل بكل ماتش بيحط بصمته، وبيب جوارديولا وعصابته مش مخل بالسير حد في حاله، وكل ده ويقول لك نيوكاسل بيقرب من ضم رياض محرز الموسم اللي جاي علشان ملوش مكان في السيتي، ولسه هيدعم بقى المان سيتي. هيدعم ايه تاني؟ يعني انت عندك شفت الجول بتاع فيل فوتنج النهارده يا خواجه، حاجه كده من على الطاير من قلب ال 18، وهالاند ولبسته الرايقه، الكوره معموله لب بالمزوره فوق الجون عشان انت وانت قاعد تستمتع، وانت قاعد تحس ان الراجل مش عاجبه حد، مش مال يعني حد، راجل مخلص كل الارقام، راجل بامانه بوخت يا عم هالاند. بعد ما خلص بقى على ارقام كريستيانو رونالدو 31 جون، وايجيبشن كينج مو صلاح 32 جون، فقال يجيب ال 33، فقال لك يمكن حد الموسم الجاي يجيب ال 34، فقال لك طب ما انا اجيب ال 35 عشان خاطر ايه؟ ما فيش حد يفكر ان هو يزعم على ايرلينج هالاند. طب ده بقى يعني، طب ده ناقصه ايه على الكره الذهبيه؟ طب ناقصه دوري ابطال اوروبا؟ يا عم اعتبر ان السيتي ما خدش دوري ابطال اوروبا. عايز تفهمني ان في حد في الدوريات الخمسه الكبرى بيعمل اللي بيعمله هالاند؟ ثقه، استحواذ، اهداف، ارقام قياسيه، جنون في كره القدم. كلمني عن بيب جوارديولا وعصابه بيب جوارديولا، والمانشستر سيتي النهارده بفوزه على ويست هام 3-0 بيعزز الصداره برصيد 79 نقطه ويبعد عن الارسنال اللي عاد، اللي قدر يكسب تشيلسي بعد فوات الاوان بعد ما اهدر التعادلات اللي بتدي الارسنال اللقب على الراي. هو مانشستر سيتي فاضل له ليز يونايتد وايفرتون وتشيلسي وبرايتون وفرانكفورت، فهو الموضوع خلصان. بس احنا يعني حلاوه ان احنا مع الحلقه اللي فاتت قلنا شكرا ارسنال ارتيتا ان هو مدي الموضوع لون وطعم وريحه جميله، لكن النهارده الهالاند بصراحه الواحد مش عارف يقول له ايه. يعني كل ماتش انت عمال ايه؟ كل ماتش يعني، حتى لو انت يعني بتتابع الماتش هالاند، ما بتتابعش الماتش هالاند، جاب كام جون هالاند، يعني بصراحه حاجه كده في الكوره يا جماعه. احنا في وادي والناس يعني احنا لينا قلنا جعفر العمده هنهنج يا عم هالاند، يخرب بيت جمال امك. وكلمني بقى عن بيب جوارديولا وخش جوه الموضوع وسيب هالاند في حاله خواجه ما تنقش عليه، هو بيتنقع عليه. ما الراجل ما احنا عايزين ننقع عليه عشان يبطل يجيب اجوان، ما مش واكل معاه حد يا راجل. ده دخل على 50 جول، دخل على ده اول سنه. هالاند لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في الدوري الانجليزي، اول سنه كده احنا جايين نتعرف على الناس. نايم الناس بالليل، هو ده اللي نايم الناس المغرب، هو ده جعفر العمده بتاع شهر رمضان، وخلص بقى بلا فتح الله، بقى بلا عيله فتح الله، هو ده انتر تكر ومنايم المصارعين. طب تقول عليه ايه ولا ايه؟ راجل قدام فرتنين، غول، اي زي ما انت عايز تقول. هو في كده؟ احنا بنتفرج على كوره بقالنا 30 سنه والله ما شفنا كده. شفنا واحد يجيب لك جونين ثلاثه يعني 10 15 20، لكن مش كده.
وانت بتلعب فين؟ في ده اكبر دوريات العالم الكبرى. وكعادة بيبي جوارديولا بينزل ملك الاستحواذ، ملك الاسبرنتات، ملك اللياقة، ملك الكورة، ما بيديش فرصة لحد وما بيديش فرصة للظروف، ودايما بيبي جوارديولا تاكل بيدك تشبع. يعني كتيبة كتيبة، انا مش عارف ازاي ماشي رياض محرز بصراحة. يعني رياض محرز مهما يقعده ينزل يجيب له هاتريك. النهارده عمل اسيست بتاع الهدف الاولاني. هالاند ده طبعا روح يا اخي، الله يسامحك، فين فودنج بيقدم لنا حاجه روعه. يعني السيتي على الدوري ناوي، السيتي على كاس الجبتره ناوي، بتلعب بقى مان يونايتد، بتلعب ايريك تين هام، السيتي على دوري ابطال اوروبا. مع احترامي للمارينجي، مع احترامي بقى لليه، بس انت بتتكلم في ارقام. النهارده بعد مكسب اتلتيكو مدريد، ريال مدريد بقى تاني. قول لي بقى على اللي بيعمله هالاند وبيب جوارديولا ده ما ياخدش دوري ابطال اوروبا ازاي؟ هتيجي تقول لي يعني شخصية البطل وريال مدريد بيحب دوري ابطال اوروبا والوريث الشرعي لدوري ابطال اوروبا و14 لقب. انا معاك، بس اللي بيحصل ده مش كورة، ده هنلعب كرة يد. ده كل ما يلاقي نفسه فاضي ينزل ينفط الناس، وبالهيد ماشي، ضربات جزاء ماشي، لوب ماشي، دبل كيك ماشي، على كل لون يا باطست. يعني انت بتتمتع، يعني راجل معجون كورة، راجل يعني اتولد عشان يبقى هداف. خلص لي فيه كل الكلام يا عم. هالاند فوز مستحق لبيب جوارديولا، مانشستر سيتي على وسام 3-0 في ملعب الاتحاد، والمجنون هالاند، ابن المجنون هالاند يجيب الجون رقم 35 في مباراته 33 عشان يخش على 50 جون، عشان يكسر كل الارقام القياسيه، عشان احنا مش عارفين الراجل ده مودينا على فين، ولسه موقعه الريال ولسه موقعه مانشستر سيتي. يعني مش عارف اقول لك ايه، انت وسعت احلام الجميع كلها. واحلم يا سيدي مع قهوه الخواجه ومع ايرلينج هالاند اندرتيكر ماشي، كين بقى بتاع ايام القناع بتاع 97 ماشي. خلصت فيه كل الكلام، ورب الحلقه تكون عجبتكم مع المجنون ابن المجنونه اللي محدش عارف يلمه، ايرلينج هالاند على قهوه الخواجه. وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه، سلام عليكم.